اهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقه الجديده من همزه وصل ليوم الاربعاء، هذه المساحه اليوميه المفتوحه بيننا وبينكم للحديث والنقاش حول قضيه مهمه من القضايا التي تشغل الراي العام في مصر. نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد وهمزة وصل يوم الأربعاء. نرحب دائما بمشاركاتكم وتعليقاتكم على العناوين التي ستكون مبينة خلال هذه الحلقة على الشاشة. موضوعنا اليوم يتعلق بالانتخابات البرلمانية. الانتخابات البرلمانية هي أحد استحقاقات خارطة المستقبل التي أعلنت بعد 30 من يونيو من العام الماضي. كثير من تلك الاستحقاقات مضينا فيها وخطونا خطوات كبيرة وتحقق فيها تقدم كبير، لكن الانتخابات البرلمانية وهي من الأشياء المهمة حتى يصبح لدينا برلمان منتخب ما زالت تمر بالعديد من الخطوات أو المراحل، وما زال الجدل يثور حولها بين القوى والأحزاب السياسية المختلفة. تقسيم الدوائر الانتخابية ربما يكون أحد القضايا التي تنتظر تحديدها حتى يتحدد موعد الانتخابات البرلمانية، ولكن الخلافات بين القوى السياسية والأحزاب المختلفة ربما يكون أيضا من القضايا التي ربما تعرقل الحسم في تحديد موعد وطريقة عقد هذه الانتخابات. هل تعتقدون بأن الخلافات بين الأحزاب السياسية من الأشياء التي تعرقل تحديد موعد الانتخابات البرلمانية؟ في انتظار تعليقاتكم ومشاركاتكم خلال هذه الحلقة، لكن أولا نذهب إلى تقرير مقتضب يسلط الضوء على موضوع حلقة اليوم، ثم نبدأ الحوار معكم ومع ضيوفنا على الهواء. مسألة تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة خلفت جدلا كبيرا في أوساط الأحزاب السياسية، ففي الوقت الذي تطالب فيه العديد من القوى السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي واللجنة العليا للانتخابات بسرعة البدء في الإجراءات وإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية واستكمال الاستحقاق الأخير من خارطة 3 يوليو، تعارض أحزاب أخرى هذا الاتجاه وتؤيد تأجيل عقد انتخابات مجلس النواب. المؤيدون لعقد الانتخابات في موعدها يستندون في رأيهم إلى أن وجود برلمان منتخب من قبل الشعب سوف يخرس ألسنة المزايدين والمتآمرين على الدولة في الداخل والخارج، ويعيد سلطة التشريع مرة أخرى إلى البرلمان بدلا من تركز السلطتين التشريعية والتنفيذية في يد الرئيس وفقا للدستور. في المقابل يقول رئيس حزب الوفد الدكتور سيد البدوي إنه لابد من طرح قانون تقسيم الدوائر الانتخابية للحوار المجتمعي والسياسي، معللا ذلك بأن القانون يتعارض مع الدستور نصا وروحا، هذا بالإضافة إلى التخوف من استغلال الجماعات الإرهابية للمعركة الانتخابية في إذكاء الفتنة والصراعات في الشارع المصري من جديد. عدم اتفاق الأحزاب واختلافهم فيما بينهم حول وضع آخر لبنة في بنيان خارطة المستقبل والتأخير في صدور قانون تقسيم المحافظات وبالتالي تقسيم الدوائر الانتخابية يلقي بظلال ومخاوف حول إمكانية إتمام بناء مؤسسات الدولة نهاية العام الجاري، الأمر الذي يستلزم معه إعلاء المصلحة العامة على المصلحة الحزبية في التحالفات الانتخابية. إذن إعلاء المصلحة العامة والمصلحة القومية هو ما ينبغي أن يتم التركيز عليه من جانب كل الأحزاب والتكتلات السياسية في مصر. قانون تقسيم الدوائر الانتخابية يعني هو في الانتظار، يترقبه الجميع، ولكن من المعلوم أن إعادة تقسيم الحدود
بين محافظات الجمهورية المختلفة ربما تكون من الأسباب التي تؤخر هذا القانون، لأنه ينبغي الانتهاء أولا من تقسيم أو ترسيم الحدود الجديدة بين محافظات الجمهورية قبل إصدار القانون الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية. عموما وصلتنا بعض المشاركات والتعليقات منكم عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي لهمزة وصل، سوف يعرضها في غرفة المتابعة أولا رمضان المتعلم. رمضان، بالفعل أحمد، بدأ التفاعل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول موضوع حلقة اليوم، وهو هل عدم اتفاق الأحزاب يعرقل الانتخابات البرلمانية. نبدأ مع قاسم عبد الله الذي كتب يقول: أولا إن شاء الله ما فيش أي حد يقدر يعرقل الدولة المصرية مهما كان حجمه أو قوته، ولكن بالنسبة إلى عدم اتفاق الأحزاب على بناء الوطن والتقدم يعرضنا إلى مشكلة صعبة، وأنا أدعو كل الأحزاب إلى اتحادهم مع بعض، لا يسعون إلى أي مصلحة أو كرسي، ولكن يسعون فقط إلى النهوض والتقدم بالوطن. ونشكر قناة النيل، نشكرك كمان قاسم. أما أحمد عباس القريح الذي كتب يقول: اختلفوا أو اتفقوا لن يؤثر هذا على الشعب المصري، لأنه أصبح عنده القدرة على اختيار الأفضل وقراءة أفكار المرشح، وبناء على ذلك سوف يجتهد كل حزب في اختيار الأفضل للترشح باسم الحزب لكي يحصل على ثقة الشعب. وأتمنى من الله أن تكون انتخابات حرة نزيهة لا يعكر صفوها التزوير. وفي الختام أتوجه بالشكر لأسرة البرنامج. شكرا كمان ليك أحمد. أما محمد العرشي الذي كتب يقول: إلى جميع الأحزاب المصرية، ارحموا مصر وارحمونا، تراجعوا للوراء هذه المرة، لأن مصر لا تحتمل الصراع على مصالحكم الشخصية، وتأكدوا أن الشعب لن يلتفت إليكم، عليكم الذهاب لتقوية أنفسكم وإقناع رجل الشارع بكم من خلال ما تقدموا للشعب، ثم ابحثوا عن مناصب داخل البرلمان. أما بدوي عبد المعطي الذي كتب يقول: في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد يجب أن لا يكون هناك، وأن الهدف الوحيد التفكير في مصلحة البلد في المقام الأول. أما محمود عثمان الذي كتب يقول: اتفاق الأحزاب من عدمه، المفروض ما يعطلش أي شيء يكمل خريطة الطريق سواء كان انتخابات البرلمان أو غيره. أما أيمن عبد المقصود كتب يقول: للأسف لا توجد أحزاب سياسية بارزة على الساحة السياسية، ولولا الإعلام لم ولن يكون لهذه الأحزاب أي صوت أو وجود. أما محمد إبراهيم الذي كتب يقول: الأحزاب مش بتقوم بدورها أصلا، كل اللي في دماغهم هو الوصول للبرلمان بأي طريقة والحصول على الأكثرية، وأنا وجهة نظري الأحزاب الكتير دي ملهاش لازمة. أما وائل عبدين الذي كتب يقول: الشيء الوحيد الذي اتفق عليه الأحزاب هو ألا يتفقوا، مع العلم أن الأحزاب الحالية تمثل ثلاثة أقسام: الأول أحزاب معارضة كرتونية منذ نظام مبارك، وثانيا أحزاب منبثقة عن الحزب الوطني المنحل صراحة ترفع شعار ثورتي يناير ويونيو ويساند الرئيس السيسي في أمل منهم للعودة على الساحة السياسية مرة أخرى ليتصدروا المشهد. ثالثا أحزاب ذات مرجعية إسلامية لا تفرق بين أسلوب الدعوة إلى الله وبين العمل السياسي، ما يجعلها معرضة للحل في أي وقت طبقا للدستور، وفي طياتها تجد بعض الأفكار المتطرفة. لذا رأي المتواضع: ما لا يؤخذ كله لا يترك كله، والكلمة الأولى والأخيرة للشعب المصري ليختار ممثليه في البرلمان. أما عن عرقلة الانتخابات فلا أظن ذلك. أما أحمد ناصر الذي كتب يقول: عدم اتفاق الأحزاب لن يعرقل الانتخابات البرلمانية، ولكن نتمنى منافسة شريفة في الانتخابات البرلمانية حتى يصل الشخص الكفء عن نتيجة مرضية، ونتمنى من الشعب المصري اختيار الذي يخاف الله من أبناء وطنه، ونتمنى عدم المجاملة حتى تكون الانتخابات نزيهة. كانت هذه أحمد بعض المشاركات التي أتت حول موضوع حلقة اليوم، وإليك المزيد في الفاصل القادم. إليك بالطبع رمضان، أنت في انتظار المزيد من المشاركات والتعليقات التي سوف تصلنا من مشاهدينا خلال موقع التواصل الاجتماعي لبرنامج همزة وصل على شبكة الإنترنت. أما الآن مشاهدينا فنذهب إلى أولى مجموعات الاتصال، سيكون معنا فيها عدد من القيادات السياسية في الأحزاب وغيرها. بعد ذلك في المجموعة الثانية سيكون معنا أولا دكتور علي زيدان عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، سيكون معنا الأستاذ شريف
طاهر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أيضا دكتور سعيد مريان أستاذ القانون. أبدأ أولا بالدكتور علي زيدان عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر. دكتور علي، يعني بعد التحية، بخلاف موضوع الأحزاب لأننا سوف نتحدث عنها بعد ذلك بالتفصيل، هل تعتقد أن المشكلة الآن التي تعوق أو تعرقل أو تؤخر إجراء الانتخابات البرلمانية هي ترجع للمسألة الإجرائية والاتفاق بين الأحزاب، أم أن البيئة كما يرى البعض السياسية غير ممهدة الآن ومن الأفضل التأخير فعلا، خاصة بعد ثورتين كبيرتين في مصر؟ يعني تحياتي لسيادتك والسيادة المشاهدين. أنا أرى أن البيئة السياسية مناسبة جدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وكان في خريطة طريق تمت بالخطوة الأولى دستور 2014 العظيم، وإحنا كان المفروض يبقى في انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية. رأينا في الوقت ده ودفعنا بشدة عن الانتخابات الرئاسية أولا، لكن ده ليس مبرر إطلاقا لتأجيل الانتخابات البرلمانية. لابد من البرلمان القادم برلمان قوي جدا من حيث وضع التشريع، وضع السياسات، مراقبة الحكومة. الأهم أن الحزب أو الائتلاف الحزبي لا يحصل على أغلبية سيقوم بتشكيل الحكومة، فدلوقتي البرلمان دور مهم جدا جدا. الدستور 2014 قلل من صلاحيات الرئيس، فأنا بأرى أن تأخر الدولة في إصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية هو ده اللي بيعوق الأحزاب. ومع ذلك إحنا في حزب المؤتمر بنسعى من خلال وجودنا في تحالف الجبهة المصرية لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة. إحنا الحزب يمكن الوحيد اللي بيهتم بالجزء الفردي في الانتخابات. نعم. إحنا عندنا أكثر من 250 مرشح. قبل أن نخوض في التفاصيل أرجو أن تبقى معنا دكتور علي، سوف أعود إليك مرة أخرى دكتور علي زيدان. أذهب للأستاذ شريف طاهر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد. أستاذ شريف، هل تتفق مع ما ذكره الدكتور علي زيدان فيما يتعلق بأن البيئة السياسية ممهدة ويمكن إجراء الانتخابات في هذه الفترة؟ الحقيقة اتفق مع جزء منه. هو البيئة السياسية ممهدة طبعا من ناحية المجتمع نفسه متقبل الانتخابات والأحزاب شاهدة ليها، ولكن الدولة لم تكمل البناء التشريعي لإجراء الانتخابات، فما زال قانون تقسيم الدوائر وهو جزء مهم جدا 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 لخوض الانتخابات لم يكتمل. نعم. ما زال هناك اعتراضات من الأحزاب على قانون الانتخابات نفسه. كل دي حاجات لازم احنا الحقيقه مش لكن الأحزاب عفوا حضرتك، الأحزاب فيما بينها أيضا ما زالت مختلفة حول تفاصيل قانون الانتخابات. صحيح. مستحيل. لا لا اتفق طبعا معاك فيه خالص. احنا التحالف بتاعنا، يعني هناك من يلقي باللوم على الاحزاب والكتل السياسيه في انها لا تتفق مع بعض، لانه مساله حتى يعني فيما يتعلق بتفاصيل القانون في الدوائر الفردية وحتى الحدود، يعني بصرف النظر عن إعادة ترسيم الحدود بين المحافظات، التقسيم الإداري والدوائر هناك اختلافات بين عدد من الأحزاب حولها. يفهم احنا مفيش خلاف، احنا ما عندناش القانون اللي بيحدد قانون تقسيم الدوائر، احنا لسه ده ما طلعش، ده لازم يطلع من اللي معاه السلطه التشريعيه النهارده اللي هو سياده الرئيس، هو اللي معاه السلطه التشريعيه. قانون تقسيم الدوائر ده قانون لابد ان يصدر بعد اعلان الدستور وبعد قانون مباشر السياسي، ده قانون لابد ان هو منتظرينه يعني، وبعد الانتهاء من تقسيم المحافظات ملوش علاقه بتقسيم المحافظات. احنا ممكن الدوائر دي تنتقل من محافظه الى اخرى بكاملها، فبالتالي طيب يعني لكن ممكن ما يكونش معطل. لكن اذا قسمت الدوائر ثم اصبحت هذه الدائره بعد ان كانت مثلا في سوهاج اصبحت في محافظه اخرى مجاوره، يعني ده مش الا يربك الا يربك ذلك. احنا لا نتحدث عن تقسيم محافظات بالشكل ده، احنا بنتحدث عن التقسيم اللي هو المفروض بيتكلموا فيه او كده، هو اضافه ثلاث محافظات حدوديه جديده، الواحات والعلمين ووسط سيناء، انما تقسيم الدوائر المفروض ان هو ما يتاثرش. بغض النظر الجزء الثاني اللي يتعلق بان كون ان الاحزاب مش مستعده والاحزاب مش جاهزه، ده مش صحيح. تحالف الوفد جاهز للانتخابات، عندنا مرشحين على جميع مقاعد البرلمان الفردي والقوائم،
واحزابنا في احزاب بتقدم لسه. طيب هرجع لحضرتك مره ثانيه عفوا استاذ شريف، مساله الاستعداد والقوائم والدوائر، لانه ايضا حولها جدل بين القوى السياسيه، بماذا تفضلون والى ماذا وصلتم في الاتفاق؟ ساعود اليك مره اخرى، ارجو الانتظار. الاستاذ شريف طاهر من حزب الوفد، الدكتور سعيد مديان استاذ القانون. دكتور سعيد، يعني المساله القانونيه الان التي تتعلق ب مشروع قانون تقسيم الدوائر وغير ذلك من القوانين أو القواعد التي تتعلق بالعملية الانتخابية ذاتها، هل تعتقد أن هناك من الإجراءات التي ينبغي الانتظار عليها في هذه الفترة حتى تصدر بشكل مستقر وبشكل يرضي جميع أو معظم الكتل السياسية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا بأحيي الآراء التي قيلت سلفا وقيلت من السادة الزملاء، وبقول ان مشروع تقسيم الدوائر جده خطير، لانه متعلق بحقوق ومتعلق بكيفية الاكتفاء على ارض مصر باعضاء ونواب يمثلون حقيقة هذا الشعب دون تغيير او افتراء. ان هذا القانون ايضا جده خطير لانه سيفرق بين امرين. الامر الاول هو ان يقلل من الرقعة الانتخابية للناخب أو للمتقدم للترشيح الفردي، وكذلك أيضا بالنسبة للأحزاب، خاصة وأن هذا الأمر لا يتعلق بالأحزاب أكثر منه تعلقه بالفردي، بالمقعد الفردي. تمام. يعني المقعد الفردي مبطون الدوائر الانتخابية وتقسيمها عليه، فبيبقى فيه مشقة وفيه تكلفة قد لا يستطيع الفرد العادي ان هو يتناول هذه التكلفه او يستطيع ان يقدر عليها. ومن اجل ذلك من العداله المكان ان يتم هذا التقسيم وان يصدر السيد الرئيس هذا المرسوم بقانون حتى يطرح للمناقشه، واذا ما كانت هناك فيه سلبيات يتم مناقشتها، واذا كانت الايجابيات تغلب على هذا القانون سيتم تطبيقه وسيتم تفعيله بالطبع، ونكون امام خطوه جاده انشاء مجلس نواب تشريعي، ونكون بخطوة جادة أيضا للفصل ما بين السلطات، ونكون بخطوة جادة أيضا في إجراء انتخابات يقال عنها ويشهر عنها بنزاهة، لأن للأسف الشديد أن المهمة صعبة جدا لمجلس النواب القادم وليست هي مهمة تشريفية، ولم يكن أبدا مقصد من سيأتي في هذا المكان هو قاصدا التشريف واللقب، وإنما هو العمل، العمل والعمل، العمل الوطني الجاد. طيب. من الناحيه القانونيه نعلم ان هناك تصريحات نسبت لوزير العداله الانتقاليه بالقول انه اللجنه المنوط بها او اعاده تشكيل اللجنه المنوط بها وضع مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه اصبح امرا قاب قوسين او ادنى، الا يعتبر يعني هذا مسارا في التوقيت الصحيح والمناسب بعد ان تمت تسوية الكثير من النقاط، ربما حتى من أبرزها المشكلة الأمنية لإجراء الانتخابات وحتى تجري بشكل ميسر وآمن في كافة أنحاء الجمهورية؟ أنا بقول لحضرتك هي مهمة جدا أن يتم التنسيق ويتم التنسيق ما بين المؤسسات كلها، وخاصة في تقسيم الدوائر. القانون احنا كان موجود من ايام عبد الناصر، هذا القانون جاهز لانه بيشمل هذا التغيير، بيكون ان القانون ده موجود من ايام عبد الناصر، ولكن احنا قلنا هيتشال بس المحكمه اللي هي تبقى مشرفه في حاله اذا ما كان هناك اخطاء او اي بطلان او اي تزوير، ويعاد اليها الامر الى محكمه النقض حسب ما قرر الدستور الجديد. بعض الاشياء واضافات كلها اضافات خفيفه جدا، ولكن إلى هذا الحد كثير من المعارضين والأحزاب عارضوا هذا القانون. فأنا بقول إحنا السلطة التشريعية الماثلة والقابضة في يد السيد الرئيس لابد أن تتحرك نحو إصدار هذا القانون بأسرع وقت، وأن يطرح هذا القانون للنقاش العام لكل الناس، ويتناولوه الخاصة والعامة من أهل هذا الوطن، ويتم التوافق ما بين الأحزاب وما بين أفراد هذا الوطن على صيغة قانون. هذا القانون نستطيع أن نخلق منه مجلس تشريعي يقوى على مجابهة كل ما نحن فيه من أزمات، وإلا سنظل كما نحن ولن نتقدم أبدا، لأن هي الخطوة. وحضرتك تقصد بذلك بكل التفاصيل فيما يتعلق بالفردي والقائمة والدوائر الانتخابية وكل شيء. تمام. طيب. كل هذه المسائل هي جد خطيرة وجد
مهمة جدا لأنها تغلب عليها العامل الوطني أكثر منه من العامل الشخصي أو مصلحة الأحزاب. كمان أنا عايز أضيف أن أنا الأحزاب عندنا في مصر لم تأخذ حيزها السياسي الكافي، ولم يكن لديها سلطة حتى، يعني أنا كنت بتمنى أن يكون في كل حزب سلطة تشريعية تخص هذا الحزب، وأن كل حزب يكون عنده مقترح لهذا المشروع من القانون، وأن يتم عرض هذه المقترحات على رصاف البحث، وأن يؤخذ منها ما يغلب للطابع الوطني. وربما تكون هذه نقطة من النقاط التي تؤخذ دائما يعني على الأحزاب السياسية. وأذهب تأتيني بحل من عندك حتى يطمئن قلبي أنك أنت معارضتك على أساس سليم ولها جدوى. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور سعيد مليان أستاذ القانون، وأخذ هذه النقطة وأنتقل بها إلى الدكتور علي زيدان عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر. دكتور علي، إذن هذه النقطة التي أشار إليها الدكتور سعيد هي من النقاط التي يثير وأيضا جمهور الشعب، وأن الأحزاب السياسية رغم أنه أتيح لها 4 أعوام منذ 25 يناير 2011 إلا أنها لم تبلور رؤية مقنعة بالنسبة لجمهور الناخب المصري حتى الآن، وما زالت كما يرى كثيرون وحضرتك تعلم ما زالت تلقي بالكرة أو تلوم ربما الدولة أو السلطة في التأخر في حتى في ترتيب القواعد والإجراءات لإجراء الانتخابات. يعني ده ممكن يكون حقيقي في جزء منه طبعا، لأن احنا قبل 25 يناير كان في الحزب الواحد والصوت الواحد، وكان باقي الأحزاب مجرد أحزاب كرتونية. الفترة اللي بعد 25 يناير إلى الآن مصر سياسيا عدت بالكثير من المنعطفات. أنا بتفق مع الشعب المصري العظيم، الشعب هو القائد، ان احنا كقادة في الاحزاب نتحمل جزء من ده. لكن انا عايز اقول بالذات بدأنا ندرس الموضوع ده جيدا وبدأنا نتواصل، وزي ما قلت لحضرتك حتى اختيارنا لمرشحينا في القواعد الفردية اخترنا الناس اللي عندها تواصل وعندها شعبية مع الناس، بجانب ان هي ما تكونش من فاسدي مبارك ولا فشيء مرسي، ويكونوا يجيدوا عملية التشريع. فالاحزاب بدأت تعد درس جيدا، واللي مش هيعد درس هو اللي هينقرض. أعتقد أن البرلمان القادم بعد تشكيله والائتلاف الحزبي أو الحزب اللي هيحصل على أغلبية هيكون ليه تواجد جدا لطبيعة الحياة السياسية. لسه الحياة السياسية والشعب المصري في طريقه لتعلم الديمقراطية، فأنا مش عايز بس يعني كل الخطاب يكون ضد الأحزاب ضد الأحزاب، لأن أساس السياسة تمارس من خلال العمل الحزبي. العمل الحزبي والدستور المصري حس على كده. لكن حضرتك تتفق كما اتفق كثيرون من الحزبيين على انه ليس ضد الاحزاب، ولكن هو نصيحة الاحزاب، لانه ال4 أعوام كثير من الخبراء يرونها انها كافية لبلورة موقف وايضا بناء قاعدة شعبية حزبية كبيرة. شكرا جزيلا لحضرتك، وصلت فكرتك. الدكتور علي زيدان عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر، تحول دكتور الأستاذ شريف طاهر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد. قبل أن أسألك عن النقطة التي كنت تتحدث عنها قبل حديث الدكتور سعيد، كنت تتحدث حضرتك عن الفردي والقائمة، وقلت حضرتك هتكمل بعد كده فيما أنا بس في نقطة عايز أعلق عليها، نقطة مهمة جدا 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 بخصوص ان الاحزاب ما طرحتش بديل. الاحزاب لا، الاحزاب احنا كحزب وفد ومن خلال لجنه الانتخابات حزب الوفد واللجنه القانونيه والتشريعيه حزب الوفد تقدمنا بمشروع كامل متكامل من قانون مباشر للحقوق السياسيه وقانون قانون الانتخابات البرلمانيه وقانون تقسيم الدوائر. وكان الحقيقه احنا كان المشروع ده تم بلورته بشكل جيد جدا، نال اعجاب مجموعه كبيره جدا 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 حتى من الاحزاب الاخرى، يعني تعاوننا فيه مع حزب مصر. نعم ده صحيح، لكن لم يتم التوافق عليه بين كل الاحزاب. لا، تم التوافق عليه تم التوافق عليه ما بين كل القوى السياسيه والحزبيه هذا المشروع. وتقدم حزب الوفد لجنه الانتخابات بتاعته اللي هي مكونه في حزب الوفد للجنه اللي قائمه على اعداد هذا القانون، ولم يؤخذ فيه على الاطلاق. فهو احنا النهارده لو كنا قدام برلمان وهذا البرلمان فيه مجموعه نواب بتشرع، كان من الواجب جدا وكانت الناس تشوف ان ايه يعني ايه تقديم مشروع بديل، ويعني ايه يحصل عليه تصويت، ويعني ايه يطرح للراي العام. طبعا احنا المشروع بتاعنا اللي احنا طرحناه ده هون لم نتمكن من طرحه للراي العام نتيجه ان غياب برلمان. انت النهارده ما عندكش برلمان، فاصبح لكن اليست هناك اليات حزبيه يمكن
طرح هذا الموضوع للرأي العام عن طريقها؟ احنا طرحنا الموضوع ده للرأي العام فعلا، ولكن في النهاية حتى نال تأييد مع كبير من المتخصصين، ولكن في النهاية من في يده الأمر كان وقتها اللجنة اللي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور، هي اختارت انها تطلع بمشروع مختلف. طيب بغض النظر احنا الموضوع ده اصبح فلسفة، ولكن انا حبيت ارد على ان الاحزاب ما بتقدمش البديل، لان لا الاحزاب بتقدم البديل، وانا اتمنى. طيب نتجاوز هذه النقطة الى النقطة بعد اذن حضرتك. طيب اتفضل. الهجوم الشديد على الاحزاب الحقيقة ليس لها مصلحة خارج مصلحة الوطن، يعني حكاية الناس اللي عمالة تقرر ان الناس عايزة تتكالب على البرلمان وتتكالب على المناصب. البرلمان القادم ليس هو يعني تشريف، بل بالعكس البرلمان القادم ده هيكون عليه عبء شديد جدا، والناس خلاص يعني البرلمان والفساد السياسي والكلام ده اصبح خبر كان. احنا النهارده قدام الناس. طيب ما هو الاتهام اللي هيتقدم للعمل السياسي، استاذ شريف هيتقدم للعمل السياسي. نعم هذا كلام يعني عليه عبء يتفق عليه الجميع. عفوا هذا كلام يتفق عليه تقريبا الجميع، لكن النقطة في أنه يعني الاتهام الموجه هو أن الأحزاب فشلت حتى الآن أو أخفقت في بناء قاعدة شعبية. هذا كلام مردود عليه بطلع. ودائما كما ذكر الدكتور هذا كلام مش مضبوط. طيب. هذا كلام يذكر في الإعلام ولكنه ليس مضبوط على الإطلاق. حزب الوفد مثلا على سبيل المثال لو جمعت النهاردة نعم. التحالف نصيب الأحزاب اللي هي موجودة داخل التحالف الوفد المصري هتبص ان هي خدت قاعدة شعبية عريضة. نعم. حزب الوفد فقط منفردا حصل على ما لا يقل عن 3 نعم. مليون صوت في الانتخابات الماضية، فهو له قاعدة قد تكون ليست قاعدة كبيرة حتى هذه اللحظة، ولكننا نسعى إلى التوسع فيها. فهو احنا موجودين في الشارع، مفيش قرية، مفيش نجع في مصر، مفيش حارة ما فيهاش تواجد لحزب الوفد بالذات. نعم. وبالتالي حته ان احنا مش موجودين، لا احنا موجودين وعندنا نواب على كل المقاعد. طيب. وبنرفض بشده هذا الاتهام ان هو ما لناش قواعد، لا لينا قواعد، حزب الوفد له قواعد ومعروف. طيب ربما يكون المحك الرئيسي والاختبار الرئيسي هو الانتخابات القادمه. شكرا لحضرتك استاذ شريف طاهر عضو الهيئه العليا لحزب الوفد، كما اشكر الدكتور علي زيدان والدكتور سعيد مدين كانوا معنا في اولى مجموعات الاتصال في حلقه اليوم. نتحول الان لمتابعه راي اخر عبر سكايب، هو ياتينا من الاسكندريه من الاستاذ محمد صبري امين شباب الحزب الناصري من الاسكندريه. استاذ محمد تفضل، ماذا لديك؟ الو استاذ محمد، حضرتك على الهواء تفضل. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا الموضوع بتاع موضوع الانتخابات الرئاسيه الانتخابات البرلمانيه ده موضوع يعني هو الاحزاب طبعا المفروض ان يكون ليها دور كبير جدا المرحله القادمه، ولكن الأحزاب نفسها عليها عامل كبير في وجود في وضع الانتخابات البرلمانية. الانتخابات البرلمانية طبعا فيها جانب فردي إلى حد كبير، يعني ممكن يتعالج موضوع الأحزاب، ولكن الأحزاب للأسف في الفترة اللي فاتت الأربع سنين كان فيها تخبط كبير جدا، ما قدروش يكونوا مواكبين للأحداث يعني بشكل لائق. كانوا يعني إلى حد كبير من الواضح إن هم يعني عايزين إن هم يكون ليهم أغلبية في البرلمان، ده اللي كان يعني الاهتمام الواضح بدون اهتمام انه يكون في مصالح، تحقيق مصالح للوطن الفتره المقبله من قضايا واحداث ملحه يجب حلها الفتره. طيب استاذ محمد عفوا، يعني طب لماذا لم ينجحوا في ذلك في اعتقادك على مدى الاربع سنين وهم ينفون هذا الاتهام وبيقولوا ان هم لهم قواعد فعلا شعبيه؟ لماذا؟ ليهم فعلا ليهم قواعد شعبيه، مفيش في احزاب كبيره موجوده من فتره كبيره،
فعلا ممكن يكون ليها قواعد شعبية زي مثلا حزب الوفد زي الحزب المصري اللي قاعدة شعبية عريضة جدا تمام. بس المشكلة ان هم مش قادرين يشتغلوا على مصلحة الوطن يعني مصلحة البلد يعني بيبقى في مصالح بيبص المصالح ضيقة جدا يعني مش هي دي اللي هم. طيب ازاي يا استاذ محمد باعتبار حضرتك يعني امين شباب الحزب النصري ما هو المطلوب منهم لكي يكونوا يعملوا من اجل مصلحة الوطن؟ اولا المطلوب منهم ان يتخذوا كل الحيطة والحذر من خلال الأنظمة السابقة سواء نظام مبارك أو نظام مرسي إن هم يندسوا داخل الأحزاب دي ويقدروا يخشوا داخل البرلمان بشكل جديد في المرحلة اللي جاية لأن المرحلة اللي جاية دي يعني صعبة جدا ومرحلة عمل مش خلاص الحصانة ما فيش حصانة غير داخل الحزب فأصبحتش يعني حاجة كويسة أو حاجة يعني انه هي المفروض ان هم يحاولوا يجروا وراها ما لهاش اي داعي فالمفروض ان هم يبداوا يطهروا قوائمهم اللي هينزلوا بيها ويحددوا القضايا اللي هم هيتبنوها داخل مجلس النواب القادم. طيب ربما نفهم من ذلك انك تقصد انه ينبغي ان يكون هناك برنامج محدد واضح المعالم لكل هذه الاحزاب. شكرا لك استاذ محمد صبري امين شباب الحزب الناصري تحدث الينا عبر سكايب من الاسكندريه. هناك بعض المشاركات والتعليقات التي وردت الينا بالفعل الان مره اخرى حول موضوعنا اليوم الذي نذكر به حول الاختلافات بين الاحزاب السياسيه حول الانتخابات البرلمانيه هل هذه الاختلافات تعرقل الانتخابات؟ نذهب إلى رمضان المطعني في غرفة المتابعة. نعم أحمد لازالت ردود الفعل تتوالى حول الموضوع حلقة اليوم ومعنا كواب الإبراهيم التي كتبت تقول لن يعرقل لكل حزب برنامجه والأشخاص الذين على قائمتي وكل شخص حر في اختيار مرشحه أو حزبه والشعب المصري حاليا أكثر وعيا وأكثر اهتماما. أما محمود الهاشمي الذي كتب يقول لا طبعا لن يعرقل استكمال خارطة الطريق ومش هيفرق المهم إن الشعب يختار اللي يخدم البلد مش اللي يتخدم كل الشكر لقناة النيل. أما عوضة الذي كتب يقول تحياتي لقناة النيل وبرنامج همزة وصل وكل القائمين عليه وتحياتي لشعب مصر العظيم وكل السادة المشاهدين. بالنسبة لعدم اتفاق الأحزاب السياسية تعرقل الانتخابات البرلمانية المقبلة طبعا نحن نرى في ذلك أن وجود الأحزاب نفس عدم الوجود أو اتفاق الأحزاب برضو نفس عدم الاتفاق فنريد أن نلخص الكلام في جملة واحدة اتفق الأحزاب على ألا يتفق بمعنى أن اتفاق الأحزاب ليس له تأثير كبير على عقلية الشعب المصري الذي أصبح واعيا بقدر كبير ما يحدث من حوله وذلك أحب أقول أن الشعب المصري هو الوحيد الذي يستطيع أن يحدد مصير أي شخص لاعتلاء المنصب ولا يمكن تأثير لأحد غير ذلك. أما ناصر حجازي الذي كتب يقول الانتخابات البرلمانية سوف تتم في مواعيدها لاستكمال خارطة المستقبل ولن يتم الاتفاق بين الأحزاب لأن الصراع اشتد بينهم ولم يتوصلون إلى التحالفات والقوى السياسية والحزبية بعضهم يدعي دعم الرئيس لتحقيق الاستقرار السياسي وهناك انتهازيون وفاسدون وأصحاب دعاوى إقصاء وانقسام وطائفية ولقد ظهر على الواجهة تحالف النقابات المهنية كل ذلك على حساب مصر والمصريين ونقول لهم اتقوا الله في الوطن والمواطن ونحن لا نريد إنتاج حزب وطني جديد ولا نريد زواج المال بالسلطة والدين بالسياسة والدعم الحقيقي للرئيس هو الشعب المصري العظيم. أما إبراهيم شريف كتب يقول الأحزاب المصرية حالها الاختلاف فنجد جميع الأحزاب المصرية مختلفة مع بعضها البعض في الرأي وتجدها أيضا في الداخل نفس الاختلاف ولا تتفق أبدا إلا على أنها تختلف ولا جديد لديها إلا صحيفة يتيمة يتحاورون فيها مع بعضهم البعض وخالفوا توقعاتنا بعد الثورة قلنا إن الأحزاب المصرية ستتغير لصالح عباد لكنها كالأخت ريما رجعت لعادتها القديمة. أما حامد الصيفي الذي
كتب يقول: بالطبع لن يؤثر هذا الاختلاف في الانتخابات البرلمانية القادمة، لأن الشعب المصري أصبح لديه وعي سياسي وأصبح عنده أمل في بكرة جديد، مما يجعله سيختار الأفضل. ولعلكم تتفقون معي على أن من قام بثورة 30 يونيو وأبهر العالم بها بانتخابات الرئاسة سوف ينجح في الاستحقاق الثالث. أما سالم الشهيبي: هي فين الأحزاب الحقيقية؟ يا ريت 90 حزب يكونوا 3 أحزاب فقط. أما محمد عشري الذي كتب يقول: لا يعرقل، بل نبحث عن المضمون وليس الشكل وجدية المرشح في خدمة البلد والشعب، كفاية شكليات. طه علي الدين الذي كتب يقول: الأحزاب عمرهم ما هيتفقوا، وينبغي ألا يعرقل هذا الاختلاف على الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق حفاظا على مكتسبات ثورة 30 يونيو. وشكرا لكم جميعا. شكرا لك طه. كانت هذه أحمد بعض التعليقات العشوائية التي أتت على موقع التواصل الاجتماعي. إليك زميلي أحمد. شكرا لك رمضان. نتحول الآن لمتابعة بعض الاتصالات الهاتفية في المجموعة الثانية والأخيرة. من خلال التعليقات سيكون معنا الأستاذ الدكتور أيمن أبو العلا من حزب المصريين الأحرار، دكتور أحمد عفيفي الكاتب والمحلل السياسي، والمستشار نور علي الخبير الدستوري. أبدأ أولا بالدكتور أيمن أبو العلا من حزب المصريين الأحرار. أستاذ دكتور أيمن، يعني الأحزاب ما زالت متهمة بأن هناك تقصير من جانبها حتى بعد مرور هذه السنوات بعد ثورة 25 يناير. ما هي المشكلة في اعتقادك؟ هو برضو ما تنساش حقيقة ان الاحزاب بدأت عملها بعد ثورة 25 يناير او الفئات بعد 25 يناير، والاحزاب حتى الاحزاب القديمة اعتبر بداية شغلها الحقيقي كاحزاب مثل الوفد والتجمع برضو بعد 25 يناير. نعم. العمل الحزبي الحقيقي. تطورات الاحداث السريعة الحقيقة من انتخابات برلمانية في 2010 2011 وراها على طول انتخاب الرئيس مرسي، وراها معارضة الرئيس مرسي والإعلان الدستوري، وراها مواقف الاتحادية، وراها الدستور الفاسي اللي طلع من الإخوان، وراها على طول التمرد و30/6. الحقيقة الأحداث دي كانت بتخلي الأحزاب تتلاحق في المتابعة وفي المعارضة وخلافه لحد 30/6 ابتدى الشغل الحقيقي للأحزاب بعد الاستحقاق الثاني، وراها ابتدينا ندعم الدستور 2014. فالحركة الأحزاب السريعة خلتها ما عندهاش التمويل ولا الوقت الكافي انها تقدر يعني تحتك بالشارع الاحتكاك المناسب، وخاصة بعدم وجود المجالس المحلية، انتخابات المجالس المحلية اللي هي الأساس في الأحزاب، اللي هي بتعرف المواطن اللي في الشارع نفسه. نعم دكتور أيمن. نعم. طيب طيب ماذا عساها أن تفعل من الآن فصاعدا الأحزاب؟ إحنا الحقيقة ابتدينا شغل، وبالنسبة للمصريين الأحرار بصفة خاصة أرى إن التحالفات المبكرة في الانتخابات يعني هيحصل فيها بعض الخلافات وبعض السقطنة في الموضوع. فأثر المصريين الأحرار إن هو يعلن نزوله مبدئيا. نعم. منفردا لحين ظهور التحالفات واستقرارها، فده كان اختيارنا وده ما زال اختيارنا. نعم. لحد ما نشوف احنا نقدر نعمل ايه. نعم. وخاصة في اذا ربما يتضح في الفترة القادمة، عفوا للمقاطعة، سوف يتضح في الفترة القادمة ماذا ستفعل بالفعل والنتائج التي ستتمخض عن جهود الأحزاب. شكرا لك دكتور أيمن أبو العلا سكرتير عام مساعد حزب المصريين الأحرار. أذهب للدكتور أحمد عفيفي الكاتب والمحلل السياسي. دكتور أحمد، كيف ترصد ردود الأفعال من الأحزاب الآن حول تأخر الانتخابات من وجهة نظرها؟ أهلا بك أستاذ أحمد. أهلا بحضرتك دكتور. في البداية يعني أمام حضرتك للأسف دقيقة واحدة لأن أوشكنا على الانتخابات. اسمح لي مش هكتر مع حضرتك. اتفضل. لكن عايز أبعث بتحية إجلال وتقدير لشهداء الشرطة امبارح ووفاة المسلحة اللي نعم رحمه الله جميعا أدوا وجههم. نعم. الحقيقة أستاذ أحمد كان نفسي نقطة تاسعة شوية عشان نتكلم، ولكن حضرتك تقول لي قدامك دقيقة بالظبط. للأسف معلش عشان وقت أنا عايز أقول إن الشعب المصري بعد 30 يونيو اللي فات
الحقيقه مضينا قدما في ان احنا اقرنا الدستور انتخبنا السيد الرئيس. ناقصنا الاستحقاق الدستوري الثالث وهو المجلس النيابي. انا شايف ان احنا عايزين نوضح كده بشكل بسيط للساده المشاهدين احنا عايزين مجلس نيابي شكله ايه؟ احنا عايزين مجلس نيابي يبقى ليه رؤيه مستقبليه لواقع هذا البلد. عايزين مجلس نيابي يكون قادر على اصدار تشريعات تدفع عجله الاقتصاد المصري وان تزيل كل المعوقات التي تؤثر على الشعب المصري. عايزين مجلس شعب قوي يكون قادر على رقابة الحكومة ويكون في معاونة رئيس الجمهورية لصالح هذا الوقت. ولتحقيق ذلك على الأحزاب ماذا؟ عايزين عشان نعمل ده يا أحمد بيه أنا من وجهة نظري الشخصية الحلول بقى أن يكون هناك معايير لاختيار النواب. تمام. مانيش عايز النايب اللي بيسهر في شارع الهرم، مش عايز نايب المخدرات، مش عايز النايب اللي بيقيم الاذان في مقر مجلس الشعب، مش عايزين ده. عايزين نواب ليهم مواصفات معينه يكونوا قادرين على تمثيل الشعب المصري. انت اوجزت يعني ما ينبغي ان تفعل الاحزاب. شكرا جزيلا لحضرتك الدكتور احمد عفيفي الكاتب والمحلل السياسي. اخيرا مع المستشار نور علي الخبير الدستوري. سياده المستشار، يعني الان تنتقد الاحزاب او بعضها على الاقل التاخر، لكن من الناحية القانونية والدستورية يرى الكثير من الخبراء أنه لا غضاضة في ذلك، لا غضاضة في ذلك، خاصة وأن المسائل تسير على قدم وساق حسب ما هو مقرر وإن تأخرت يعني بعض الوقت لأسباب يعلمها الجميع. طبعا أنا عشان مش هطول على سيادتك وبعجالة سريعة. الأحزاب ليست هي اللاعب الوحيد في الحياة السياسية وليست هي محور الديمقراطية على الإطلاق. وإن كنت أنا طبعا بأؤيد فكرة التجربة الحزبية وتنمية التجربة الحزبية في مصر، ولكن حتى لو الأحزاب لم تتفق على تكتل انتخابي معين فدوت لن يعوق العملية الانتخابية بأي حال من الأحوال من الناحية الدستورية أو القانونية. كلنا نعلم أن المادة 102 في الدستور هي مكمن الخطورة والإشكالية الحقيقية أمام اللجنة في كيفية تحديد الدوائر، لأن الدستور وضع معايير معينة للدوائر نفسها من حيث يكون هناك توازن بين المحافظات بعضها والبعض الآخر، يكون في عدد سكان مناسب وتمثيل متكافل للناخبين في كل دائرة. فأعتقد الأمر لا صعب ومحتاج نوعا ما وقت معين عشان اللجنة تخرج بمشروع قانون محترم ولا يطعن عليه بعدم الدستورية. نعم. وبالتالي يهدد شرعية البرلمان القادم. نعم. مسألة بقى الأحزاب السياسية، هي الأحزاب ليها وعليها، يعني أنا واحد من الناس مؤمن بأن التجربة الحزبية في مصر لم تأخذ حقها. إذن من الناحية الدستورية والقانونية لا غضاضة في ذلك وأنه ينبغي أن تأخذ هذه العملية وقتها. شكرا لحضرتك وأسف للمقاطعة لضيق الوقت. مستشار نور علي الخبير الدستوري، أشكر الدكتور أحمد عفيفي والدكتور أيمن أبو العلا. وصلنا بذلك مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقة اليوم من همزة وصل. لقاؤنا غدا بعد موجز أنباء الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة. موضوعنا كيف ترى إعفاء المشروعات الصغيرة من الضريبة العقارية. إلى اللقاء، في انتظار مشاركاتكم وتعليقاتكم.